حمد العشيبي احد مهاجري بنغازي ومتحدث باسم منظمه عداله الحقوقيه للمتضررين من الحروب. والله نحن تنادينا منذ اللحظه الاولى ومنذ الاجتماع الاول لحضور هذا الملتقى، من الملتقى الاول في مدينه الزاويه العنقاء، ثم تبعه الملتقى الثاني في مدينه غريان، والملتقى الثالث الذي نامل من الله عز وجل ان يكون مثمر وان ياتي ثماره كما يتمنى الثوار، وان نحن نامل من هذا الملتقى ان يتم الاعلان عن جسم سياسي ينضوي تحته ثوار 17 من فبراير، وعن جسم عسكري ينضوي تحته مقاتلون 17 من فبراير، لان هذه مرحله حرجه، هذه مرحله عسكره الدوله، ونحن في 17/2/2011 تنادينا من اول يوم بان تكون دوله مدنيه، التداول السلمي على السلطه، وان تكون الشريعه الاسلاميه السمحاء هي التي تحكم في دستورنا وفي قانوننا وفي اموالنا واعراضنا ودمائنا. وفي هذه اللحظات نشكر بلديه مسلم وخاصه وطرابلس والمواطنين مدينه طرابلس على استضافتهم لهذا الملتقى، ونامل من الله عز وجل ان يوحد صف الليبيين وان يجمع شملنا وان يرفع عنا مقته وغضبه وان يصرف عنا عدونا وعدوكم حفتر باذن الله تعالى.